مساء الخير عليكم، وحشتونا من الحلقة اللي فاتت. يا رب نكون خفاف عليكم. معاكم بكل جديد مع دكتور نيفين أبو شالة، عالمة الفلك. مستني اتصالاتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة، وكمان على اللايف الفيسبوك، وعلى صفحة قناة هي وصفحة عالم الأبراج نيفين أبو شالة. النهاردة هنتكلم عن الخريطة الفلكية والكسوف مع دكتور نيفين. نرحب بدكتور، أهلا بك. أهلا أهلا أميرة العرب. أهلا أهلا حبيبتي. اليوم نحكي عن الكسوف الشمس اللي بده يبدا من 22 من شهر 2 في شهر 10 يعني. اولا هذا الكسوف غير كامل، ما حدا بيقدر يشوفه، حتى الارصاد الجويه ما بيقدروا يشوفوه، ولا اي دوله من الدول العالم يقدروا يشوفوه، لانه هي الكسوف عباره عن هي حاجه بسيطه بس. لكن الكسوف ده هيدخل على كوكب الميزان، هيعمل الميزان دلوقتي الشمس في كوكب، ايوه الشمس عنده، والكوكب الزهرة في العقرب. هالكسوف هيعمل تأثير بسيط، وهذا التأثير هيطلع إشاعات، كذب، غش، مشاكل، أخبار غير صحيحة، كلام غير صحيحة. وبعدين هينتقل مع شوي مع كل الأبراج يا دكتور؟ لا أنا هقول الأبراج، هتقول الأبراج اللي هي يحصل فيها كده. وبعدين بنتقل هذا شوي الكسوف على كوكب العطارد في العذراء، وكمان بيعمل الطاقة لما بنتقل الكسوف للكوكب الميزان الشمس، بيعمل غيرة وشك ومشاكل وكلام ونميمات وقصص وحكاية. صفات العقرب بياخد دور كتير حلو، لأنه صار له فترة كان عنده مشاكل كتير وعنده طاقات سلبية وكان عنده مشاكل صحية. الكوكب الزهرة هلأ بده يعيش بطريقة كتير حلوة وبده يستعد يعيش للحياة. فهذا الكسوف اللي دخل في برج الميزان مش هيتأثر أبدا برج العقرب، برج العقرب ولا برج الحمل. الأبراج بقى اللي هتتأثر يا دكتور؟ أنا هقول هلا في شغلتين، في الحظ الاكبر وفي الحظ الاصغر. الاقل، الحظ الاكبر هو بده يكون على برج العقرب لانه في الكوكب الزهره. واكثر شيء بتاثر على امريكا الجنوبيه. بامريكا في حاجه حتحصل، في تاثير عليها طاقه سلبيه قويه جدا. بتعمل ايه بقى التاثيرات؟ حنشوف كرة من التلج، حنشوف فيضانات، حنشوف أمطار، حنشوف رعد بأشكال مناظر يعني من ربنا ده. يعني الحاجات اللي هي بدها تحصل، يعني حتشوفي التلج طابي، حتشوفي التلج نجمي، حتشوفي شغلات، يعني هيحصل حاجات يا دكتور. قصدك حاجات ليها يعني مميزه مش ما شفناش قبل كده. بسبب ايه؟ سبب هذا الكسوف. بعدين في نجمه، هي النجمه هتكلم عليها في الاسبوع الجاي باذن الله. هي النجمه بدها تعمل حظ لبعض الابراج. مين بقى؟ مين ينفين؟ هقول لك من بعض الابراج. بصي بقى، الحمل، العقرب، الجوزاء، والحوت. ده امتى بقى النجمة دي؟ الفترة دي. لا الفترة. النجمة دلوقتي نازلة بالخريطة الفلكية، بس أنا لازم أتكلم عليها. وبيأثر أكثر الشيء على مين؟ على برج الميزان. بتأثر على الميزان والدلو، وهي الفترة لازم ننتبه منها كتير، لانه هذا الكسوف البسيط، الجزئي البسيط اللي ما بيقدر نحن نشوفه، حيساوي طاقات سلبيه جدا. فلازم نحن ايه نعمل ايه؟ نسبح ونصلي ونتقرب لربنا، نقرب لربنا شوي، لانه هذا الكسوف الجزئي البسيط هو داخل من اول السنه، لكن لحد الان الارصاد الجويه بيحاولوا يعرفوا ما بيقدروش، لسه ما اكتشفوش. هذا هو الخريطة الفلكية. معانا تليفون، طيب ناخد مكالمة يا دكتور. تفضلي. الو الو. ايوه صابرين، مساء الخير. تمام الحمد لله. قولي السؤال والبرج. صابرين وطي التلفزيون شوية عشان تسمعينا. ماشي حاضر.
ماشي. انا 22/3 22/3 الحمل، وجوزك كم؟ 5/8 5/8 وانا عندي مشكله، جوزي مزعلني ومش عارفه يرجع له ولا لا. يعني انت دلوقتي عند اهلك ولا في بيتك؟ ايوه عند اهلي. يعني انت هو في مشاكل؟ اه لا هترجعي له حبيبتي باذن الله. بتقولي جوزها 5/8 الاسد وعندها مشاكل وقاعده عند والدتها، فبتسالك بقى اسمها ايه؟ اسمها صابرين. صابرين انت شو صلك زعلانه؟ ايه؟ قد ايه؟ قد ايه صلك فتره صح؟ ليا شهر. شهر. شهر يعني. لا في رجوع بس حاولي تعملي شوي تنازل، انت حاطه في عقلك الباطني مش عايزه ترجعي. السبب يا صابرين؟ يعني مشاكل شخصيه. مشاكل شخصيه. لا في رجوع. بس انا مش عارفه هيرجع لي ولا لا، وانا عايزه اعرف هيرجع لي ولا لا، ولا هيطلقني ولا ايه. لا هي دكتور بتقول لك مفيش طلاق، في رجوع. في رجوع بس انت لازم تتغيري. في رجوع. بصي لانه المشكله انت عنيده وهو عنيد، انت عصبيه وهي عصبيه، وانت ايوه هو عصبي. يا هي لانه هي هو بيقودها وهي بتقوده. فان شاء الله تهدي شويه صابرين، خليكي هاديه شويه. حاضر. ميرسي على اتصالك يا حبيبتي. الو؟ الو؟ ايوه فاطمه اتفضلي. انا متجوزه اديلي 7 سنين. يا فاطمه 7 سنين؟ زعلانه ليه يا فاطمه؟ في مشاكل، حماتي انا عازله اديلي من عيد الضحيه، وحماتي عندك مشاكل مع حماتك من عيد الاضحى؟ وامال تحاول تعمل لي مشاكل وتطلعني وحشه قدام جوزي، وفي مشاكل بيني وبين جوزي كثيره. وهو يعني مش هما يكلمنا خالص، بيروح الشغل بتاعه وبيجي في الليل ويجي الصبح، وعلى طول كده مش مأمن على اي حاجه، على طول حسيت ما حسيت. ما انت لو تعادلتي معايا يا فاطمه، هي في مشاكل ما بينها وما بين مامة زوجها. فاطمه انت قاعده في البيت معاها دلوقتي؟ هو اسلوبه معاها. لا حماتي راحت قعدت عند بنتها عشان جوزها مسافر بره. طيب أو بقى ممكن افهم منك يا فاطمه بعد اذنك، ايه المشكله بينك وبينها؟ اولا هي ست قويه، انا عارفه دي شكلها ست قويه. على الاخر. بتقولي ايه؟ يعني قويه قوي يعني. قويه قوي. قويه قوي. وانت طيبه زياده عن اللزوم. ايوه وطت ديت هي اللي عامله لي مشاكل. هي اللي عامله لها مشاكل مع جوزها. بس انت بتعرفي يا فاطمه ان جوزك بيحبها قوي. بيحب مامته. انا مش معترضه على الحب ده، بس هي يعني كل تصرفاتها لها غيره وكده يعني. هي بتغير يعني. معلش بصي انت ما عندكيش اولاد يا فاطمه؟ لا انا عندي 4. طيب سيرك، بصي يعني ربنا يكرمك وهيتجوزوا، وزي ما انت هتعملي هتلاقيهم يعني بتعمل فيكي بالظبط. معلش كل حاجه حلوه معايا. هي بتغير عليا دكتور منها يعني. طيب انت دلوقتي هي مشيت من عندك صح؟ ايه؟ هي راحت من البيت. قاعدة عند بنتها يا دكتور. ايوه قاعدة عند بنتها. طب مش هترجع، ادي حياة جديدة بقى. عايزة ايه يا فاطمة؟ أنا بس عايزة ربنا أنا وجوزي كويسين مع بعضينا. لا أنتوا كويسين، أنتوا كويسين، وأقري سورة المريم هتكونوا سمنة على عسل. وحاولي تحبيها شوي زي ما بتحبي مامتك. أنت اعملي قدام ربنا وسيبي ربنا هو يحكم بيناتكم. يحكم العادل. اهلا وسهلا فيكي يا فاطمه. ميرسي على اتصالك يا فاطمه. الو جويه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا مريم. ممكن اتواصل مع الدكتور؟ الدكتور معاكي، قولي لها السؤال والبرج. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا فيكي، اتفضلي. انا مش عارفه البرج بس هقول لك التاريخ. قولي التاريخ. اتفضلي. 22/7 انا. 22/7 وجوزي 19/2 السرطان. وجوزها ايه؟ جوزك ايه؟ 19/2 19/2 انا وجوزي في مشاكل بيناتنا كتير قوي. ايه مشاكل؟ الحوت والسرطان. هاي مديني وعدة. الاتنين مائي صح؟ نعم نعم يا دكتور. عندك مشاكل كتير معاه. انا وجوزي ما بنتفقش خالص. بتقول لك هي وجوزها ما بيتفقوش خالص. انا عارفه انا عارفه انا عارفه. هو المائي يا دكتور ما بيتفقوش مع بعض؟ لا ما كله مش كلهم. انا بس عايز اعرف يا دكتور انا يعني هكمل مع جوزي ولا لا؟ اسمها ايه؟ مريم. بتقولك يا دكتور هي عايزه تعرف. بصي يا مريم، اولا اسمي انت اسمك جميل جدا ولك حاجه من ربنا. الله يخليك. بصي انا مش شايفه انه هتنفصلي، لكن انت عقلك الباطني حابه ان تسيبيه وتمشي.
صح؟ ايوه فعلا يا دكتور. لا غلط، انت عندك عيال؟ انا عندي طفل عنده 4 سنين. عندك ولد عنده 4 سنين. هو ذنبه ايه؟ هو ذنبه ايه؟ انا مش مرتاح مع جوزي. لا في سبب مالك مرتاحه فيه، لانه هو مزاجي ومتقلب وانتي رومانسيه وهو مش رومانسي عملي، ففي بناتكم أيوة. مساحات كتيره، فانا أيوة. بصي صلي واطلبي طلب من ربنا واعملي استخاره، انا شايفه الدنيا هتتظبط معاكي. يعني ما تفكريش في موضوع الطلاق، خربان البيت مش حلو يا مريم. اهلا وسهلا فيك. مرسي على اتصالك يا مريم. الو 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 ايوه فاطمه. الو ايوه اوطي التلفزيون شويه عشان تسمعينا يا فاطمه. الو ايوه سامعاك. ماشي قولي بقى البرج والسؤال. انا 22/10. 22/10 وجوزي 22/2. وجوزك 22/2. عايزه اعرف نسبه التوافق ما بينكم الحوت وال بصي توافق 66%، بس يا فاطمه انتوا بتختلفوا شوي وبترجعوا، انت من نوع الصبوره بتعملي تنازل، بس في حد مش عارفه مين، حد يخصك او حد في البيت مزعلك او قال لك كلام كسر قلبك شويه، انت شوي تعبانه بس الامور هتنحل. اهلا وسهلا فيك. ألو؟ يا فاطمه. ماشي يا فاطمه ميرسي على اتصالك. الو الو ايوه يا نوره اتفضلي. عايزه بس اسال على البرج بتاعي بتاع اخويا وبتاع بابا. ماشي بس قولي واحد واحد، يعني قولي الدكتوره الاول شوفي عايزه تختاري مين والدكتوره ترد وبعد كده قولي لها التاني. طب ماشي. انا واحد 15/1. 15/1 الجدي. ايه سؤالك بقى؟ عايزه اعرف عن كل حاجه، عن الصحه والعمل وكل والارتباط. حاجه. انت مرتبطه؟ يعني بتشتغلي؟ لا انا ما بشتغلش. طب انت من فتره كبيره قوي شغاله وقعدت. يعني بدك ترجعي تشتغلي؟ بتفكري تشتغلي؟ بفكر. لا في قدامك خير بالشغل. اوضاعك الماديه في تحسن، لكن عندك ايه مشاكل صحيه؟ تمام. ايوه الصحه بقى على طول بيجي لي تعب، اي مشكله في جسمي. عشان انت حساسه زياده عن اللزوم، وبعدين انت كنت قريبه من ربنا دلوقتي مقصره، ايام بتصلي ايام ما بتصلي. ارجعي لصلاتك يا نوره. اهلا وسهلا فيكي. والارتباط بقى بتقولك في ارتباط؟ الارتباط في عندها ارتباط. قولي بقى اخوكي، قولي التاريخ بتاع اخوكي او باباكي. قفلت. ماشي اوكي ماشي. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا امان. ماشي انا مع حضرتك ومع الدكتوره نجيم. انت معانا على الهواء. قولي بقى السؤال. 1/5. 1/5. واحد خمسة ديت فاطمة اخت جوزي وجوزها 16/7. هي فاطمة اخت جوزك 1/5 صح كده؟ وجوزها كام بقى؟ 16/7. هما دلوقتي جوزها 16/7. عندهم مشاكل ايه؟ مشاكل في انفصال. عندهم مشاكل كتير. هي فاطمة عايزة تتطلق ولا لا؟ سؤالك ايه؟ هما عندهم عايزة تنفصل؟ ايوه عايزه تتطلق. انت بتسالي ان هي تبقى في انفصال ولا لا؟ والله يا اسمها ايه؟ فاطمه. لا هي اسمها ايه اللي هي في مشاكل اخت جوزك؟ فاطمه. وحضرتك ما هي بتسال لاخت جوزها. ماشي عارف اسمها. انت فاطمة. اسمك ايه بتقول لك الدكتور؟ انت اسمك ايه؟ انا مش شايفه اي. بصي انا مش شايفه طلاق لسه حاليا، في مجادلات وفي مناقشات. اهلا وسهلا فيكي. مرسي على اتصالك. الو الو ايوه يا زينه اتفضلي. ايوه ايوه اتفضلي. الدكتور معاكي اتفضلي. قولي السؤال والبرج. انا 17/5. الطور. وجوزي 29/11. وجوزك 29/11. ايه السؤال بقى يا اسمها زينه؟ ايه السؤال يا زينه؟ دايما انا وهو على طول يعني بنبقى ابدا. انتوا زي العصافير.
ايه؟ زي العصافير هنن على طول. زي العصافير. زينب انتوا زي العصافير، عارفه العصافير لما الصبح تصحي تسمعي صواتهم؟ انت جوزك كده. انت عايزه تسالي اكتر شيء ايه بقى؟ السؤال اللي انت عايزه تساليه. ايوه يعني احنا على طول بنبقى قاعدين بنتلفت لبعض على اي ما هي حاجة. سبحان الله، هي قالت هي الدكتور بتقول لك يعني نفس اللي هي التوضيح اللي هي بتقوله لك. طب انا دلوقتي اذا ما كنت الشيطان بيضحك عليا وبيقول لي انت هو بيتلفت لك على كل حاجه اتطلقي مني، يعني الشيطان هو اللي بيقول لك اتطلقي منه يا زينة؟ اه لا يا زينب، لا يا زينب، الدكتور معاكي بقى. اقري سوره البقره يا زينب وابتعدي عن الشيطان يا حبيبتي، اموركم هتتصلح الحمد لله. لكن انت بصي يا زينب، انت عندك مشكله اني قرينك قوي، فحاولي لما هو يتجادل معاكي ابعدي. كل لما تتجادلي انت وياه، طول ما قاعده قولي بسم الله الرحمن الرحيم، الملائكه بتحوط حواليك، تبقى محوطاكي يعني الدكتور. اه اهلا وسهلا فيك، ميرسي على اتصالك يا زينة. الو الو، ايوه ناديه اتفضلي. ايوه حضرتك انا، قولي قولي انا سامعاكي. قطع. طب ارجعي اتصلي بينا تاني. طيب ما فيش. اوكي تعالي يا دكتور ناخد كومنتات شويه. حاضر. ملك جوزي 3/11 بنسافر بقى، مسافر بقاله اسبوع بيدور على شغل، هيلاقي شغل ولا لا؟ جوزة كام؟ 3/11؟ اه 3/11 العقرب. ملاك 13/9. لا قولي لنا ان شاء الله باذن الله قريب هتسمع خبر باذن الله. احمد 23/8 العذراء، الدراسة والمادية، بيسأل عن الدراسة والماديات. طب هو هلا احمد عم بيسأل عن الدراسة والماديات، هو بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟ هلا انا بقول له عشان موضوع الدراسة يحاول شوي يلتزم ويركز ويبقى مركز. انا بحب السؤال يبقى سؤال صح واضح مفسر عشان تعرف ترد عليكم. امي العقرب 19/11 عندها مشاكل صحية. الصحة عندها شوية مشاكل صحية بس ان شاء الله بدها ترتاح. بتسأل هتشتري منزل جديد ولا لا؟ بصي العقرب دلوقتي فتح مجاله، في امور عنده كتير يعرف ينميها. يعني انا اقعد هيك واجيب من بيتي منين؟ المفروض ننمي الطاقه يعني لو الايجابيه. عندك حاجه اعملها. هي عندها شويه يعني فلوس اللي معاها شويه فلوس بس ان شاء الله الله يزيدهم حتى تقدر تشتري بيت. يعني هما مش في مثل بقول لك اسعى يا عبد لا اسعى معك. وانا سامعك صح يا دكتور. اسماء 18/9 بتسأل عن الارتباط والشغل العذراء. هلا اسماء بتدور على شغل ولا عايزه تشتغل؟ بتسأل عن الارتباط والشغل، مش عارفه بقى ايه. بصي الارتباط ان شاء الله باذن الله بس على اخر سنه او دخول سنه جديده. اذا ما بتشتغل حتلاقي شغل، واذا بدها تشتغل حتنتقل من مكان لمكان. هي اكيد مش مرتاحه في شغلها. فتحي 10/5 الصحة والمال والدراسة. فتحي 10/5 التور. الصحة والدراسة والمال. المال منين بيشتغل؟ مش عارفة. أكيد هلا الصحة التور فترة كان مارق بظروف صحية بس الحمد لله ارتاح. الدراسة أنا قادر أقول لك إن شاء الله الدراسة لازم نركز. مشان المال في عنده حد يعطيه فلوس بس الله اعلم مين ما عرفش. انا رنا 22/9 كان في خطوبه وفشل، في خطوبه تاني قريب العذراء، اخر يوم في العذراء. يعني كانت مخطوبه وسابت خطيبها فبتسالك في خطوبه قريب. طيب هي رنا هي عملت مشاكل وفشلت في خطوبتها بترجع بتسال في خطوبه؟ انا شايفه لا في خط رجع. يعني في رجوع لخطيبها الاولاني. نادية 4 هي راحت فين؟ 4/11 عايزة ايه نادية؟ بتسأل هل في ارتباط؟ عقرب. بصي حاليا نادية
نادية أعتقد كانت مخطوبة أو كان عندها حد في حياتها، عندها رقم 4 بعلم الأرقام. أنا في بشوف إن في قدامها خطوبة، في قدامها ارتباط بس مش دلوقتي، على دخول 2025. آه بإذن الله. أخويا محمد 31 الجدي ده. أخويا محمد. آه عاوزة أعرف في ارتباط والحالة المادية والصحة. أخوه ما؟ آه أخوه. طب أخوه بيشتغل إيه؟ مش كاتبه، هي عايزه تعرف الصحه والحاله الماديه. هلا انا بقدر بقول له لمحمد ان عنده معاكسات في الارتباط ولا في الشغل؟ لا عنده معاكسات في الشغل. اه هل المعاكسات هتتغير؟ اه وبقدر بقول له عنده ارباح ماديه قريبه باذن الله. وفي ارتباط ولا لسه؟ لا مفيش. مفيش. اميره 29/5 الجوزاء كل حاجه. طب انت اميره مخطوبه ما بتشتغلي؟ انا كده بتسال عن الارتباط يا دكتور. لا الارتباط اه في عندها ارتباط عندها، بس ارتباط. انا بحب يعني يكون السؤال ايوه مفسر عشان مفصل. الدكتور تعرف تقول لكم الرد يعني. يونس مواليد 8/10 الميزان بيسال عن الدراسه. لا بصي عنده تقصير وعنده قلق وعنده خوف، الحظ بجانبه، لكن انا شايفه ان يونس بيحب يشتغل اكثر من ما يحب يدرس. اه يعني بيحب الشغل اكثر من الدراسه. عنده تقصير بس لازم يلتزم بالتقصير. اعتقد يونس عم بيعيد السنه او ما اعرفش في حاجه خطا في دراسته. ايوه فين يونس؟ بعد يونس معلش يا دكتور. خالد 10/10 بسال عن كل حاجه. 10/10 اه خالد بنوهه اني الميزان ينتبه في شيء بخصه من العيله او مزعل مامته او مزعل اخواته، يحاول انه يتقرب منه اكثر من كده لانه ما مش حاطط كل السؤال اللي عايزه. مروان 20/6 ده اخر يوم في الجوزاء بسال عن الصحه. بصي مروان عنده مشاكل صحيين بس انا شايفت له مروان عنده حظ قوي جدا بقى، هو من ناحية المادية لا هو من ناحية المهنية الله اعلم عنده شوية مشاكل صحية. هاي المشاكل الصحية الاساس هو اكتئاب، عنده اكتئاب. هو من درجة تانية، حاول يطلع من الانطوائية ومن الحالة النفسية يعني يطلع من الاكتئاب اللي هو فيه. شادي 11/11 بسأل عن الصحة والارتباط. شادي 11/11 العقرب عايز يسأل ايه شادي؟ عن الصحة والارتباط. شادي عنده ارتباط بس لآخر سنة، بس شادي انا شايفته في عنده خط سفر. سفر؟ اه في عنده سفرة او بيجي تليفون يسافر. هو عنده مشكلة صحية بس خايف من عامل الصحة بتاعته الوسواس القهار. هي حاجة بسيطة وبتطلع على خير بإذن الله. هند 15/4 بسأل عن الارتباط والصحة. هند جلال؟ لا هند بس هند الحمل؟ بصي الحمل السنة دي عنده ارتباط لكن وحتى كمان جايها فلوس. بصي هند عندها حظ حلو. هي اللي جايلها فلوس ولا الحمل عامة؟ الحمل عامة جايها طيب فلوس. كويس. وبعدين كتير في أمور في حياته حيتغير. يعني عنده مفاجآت كتير حلوة يا رب. محمد 6/9 الحالة المادية والعمل. محمد 6/9 العذراء ما عايز ايه بقى أفندي؟ بيسأل عن الصحة والعمل والماديات. بصي محمد ما عندوش مشاكل صحية. محمد عنده وهم. طول ما عنده خربطة في حياته في الشغل في البيت بصير هو تعبان. يعني التعبان يعني بقصد بهرب من الواقع. بيبقى نفساني يا دكتور؟ ما فيش مرض يعني؟ لا ما عندوش مرض ولا حتى مرض نفساني بس لما بيوعي بشيء بصير عنده توهم. توهم حتى يهرب من الواقع.
يعني بيوهم نفسه ان هو تعبان عشان يهرب من الواقع اللي هو عايش فيه، لانه هو كتير مارد بظروف صعبه. ايوه. مي 1/3 الحوت، في زواج السنه دي؟ الحوت عنده ارتباط، بس الارتباط اعتقد هي بتعرف حد اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن هترتبط مع عبد الرحمن. اسماء 5/12 الصحه والمال. اسماء 5/12 الصحه والمال. 5 الدور. شات 5/12 الدور. 5/12 5/12 يعني شهر 5 يوم 12. يوم 5/12. عم بسأل عن المادي ما؟ لا، جايه فلوس حلوه، وجايته فلوس من دون ما يتعب. لأسماء يعني على الجاهز يا دكتور. جايته هديه او ما يعني على الجاهز جايله فلوس. ماشي. يمنى 7/3 في ارتباط. يمنى 7/3 الحوت. يمنى اولا مزعله حدا من عيلته، فتحاول تقرب من عيلته شويه، وعنده ارتباط. الارتباط اللي عم بتفكر في العقل الباطني بتاعته صعب، فتبتعد عن التفكير العقل الباطني. ايوه، اللي عنده ارتباط لكن بنفس الان بتفكر في حد صعب. ايوه. اسماء كاتبه التاريخين يا دكتور، كاتبه 1/1 و6/1. مين دول؟ عايزه تعرف العلاقه تقريبا التوافق ما بينهم، هو الجدي الاثنين والمال، يعني عايز تعرف التوافق ما بينهم. بصي، والمال الجدي مع جدي التوافق بيناتهم 66%، بس اسماء اسماء ما اسماء اسماء. هو الجدي يا دكتور بيتفق مع ايه بقى في الابراج؟ الميزان. بصي، مش موضوع يتفق، بس الجدي هلا ميزان مع ميزان بيتفق. يتفق بيتفق. الاسد مع اسد لا يتفقون. ما يتفقوش. التور مع تور لا يتفقون. والحمل مع الحمل لا يتفقان. اتنين ناري فعلا. عمر 29/12 الحاله الماديه والشغل. 29/12 الجدي برضو. بصي، انا الجدي شايف له جايت له ايام حلوه، وعنده مكان حلو، ومادياته حيرتاح نفسيا باذن الله. بس كمان عنده خط سفر، الله اعلم هيسافر يعني الجدي. طارق 14/3 الحوت، كل حاجه. كل حاجه. اكيد الارتباط والعمل يعني اكيد. لا، طارق طالب، مش بيشتغل. طالب. طالب في الجامعه. ايوه. في عنده تقصير في دراسته ومشاكل صحية كانت عنده وانتهت، وأموره المادية لا تتحسن. يعني أنا أسألك سؤال حضرتك، طارق إذا ما بيشتغل منين بده يجيب مال؟ في غير أمه وأبوه؟ أيوة. العيلة هي تدي له مال؟ أيوه. فالحوت أنت عارفة عنده درامات وخيال ورومانسي. فرج 27/11 دلكوس، الدراسة والحالة العاطفية. خليك في دراستك يا فرج. الكوس هو بدراسته مش شاطر. هو بيحب رومانسي. لا، هو مش رومانسي الكوس. لا، مش لا، ما كلهم، في منهم كلهم رومانسيين، في منهم. منهم لا، هو بيحب لما تحطيه بحاجه تطلبي منه بيهرب. مش قد الموقف يعني، بيهرب من المواقف او مواقف من الالتزام. ايوه. فبسال على دراسته، ولازم يظبط دراسته. يعني ده هو متعب على فكره، ده متعب. احمد 29/6 كل حاجه. احمد 29/6 29/6 السرطان. بصي، السرطان بيسال على ايه بقى اكتر؟ كل هو كاتب كل حاجه. طيب نقوله على الارتباط اكيد. بصي، يعني ارتباط احتمال يكون مرتبط، وما ايه المرتبط ما نقدرش نجاوب. ايوه صح. السرطان دلوقتي انزح عنه الدراما، يعني ما بقاش عنده دراما. أيوة. في حياته المفروض اي طاقه ايجابيه تيجي يعرف ينميها بطريقه صحيحه. يعني الدنيا دلوقتي بقت سهله عندك، فقوي الطاقه الايجابيه.
سيد 1/6 و15/5 1/6 و15/5 في توافق ما بينهم يا دكتور؟ جوزاء اه 70% بس عندهم شوي خلافات بخصوص الاولاد. ماشي نرد على مكالمات عشان في مكالمات كتير يا دكتور معلش. الو الو ايوه يا رضا اتفضلي. عايزه اكلم الدكتوره لو سمحت. الدكتور معاكي يقول السؤال والبرج. قولي السؤال والبرج. جوزي 27/11 27/11 جوزي 27/11 وانا 24/10 جوزها 27/11 وهي 24/10 عايزة تعرفي ايه يا رضا؟ نعم عايزة تعرفي ايه الدكتور بتقولك؟ عايزة اعرف جوزي قدامه سكة سفر والصحة والمال. السفر اه عنده سفر بس مش دلوقتي باخر 10 ان شاء الله باذن الله واحوالكم المادية ان شاء الله هتتحسن بس انتي زعلانة ليه؟ وقت التلفزيون يا رضا انت زعلانه شويه حدا مزعلك يا رضا؟ جوزي مزعلني شويه بالله والله. زعلك ليه انت اموره جدا خير؟ خليك يا دكتوره والله زعل ما زعلني قوي يعني بزعلك دايما يا ربي يخليك يا دكتوره ما فيش الا المشاكل انا هو والله. ايه بتقولي ايه انت وقت التلفزيون عشان انا بس سامعاكي. هو مزعله قالت لي اه بس مزعلك ليه انت كويسه يا رضا وقت التلفزيون شويه قولي بقى يا رب يخليك يا دكتوره. طب قولي لي ليش بيزعلك انت كويسه ليش بيزعلك يا دكتوره؟ عايزه اعرف انا يعني ايه اخباري يعني الصحه انت عندك شوي مشاكل صحيه بس ما تخافيش وما تعملي لنفسك وهم. انت اذا اجلك وجعتك بتعملي وهم لنفسك لانه دايما عندك قلق وخوف يا رضا. ماشي يا رضا مرسي على اتصالك. الو الو ايوه حنين اتفضلي الخط. السلام عليكم ممكن اكلم الدكتوره؟ اه الدكتور معاكي. ازيك يا دكتوره؟ اتفضلي اهلا وسهلا. كنت عاوزه اعرف التوافق بين 30/10 و25/11 30/10 و25/11 ايوه اه التوافق ما بينهم اتنين كام؟ 30/10 و25/11 خطيبك ده؟ التوافق ما بينهم. لا جوزي جوزي جوزة. حلو التوافق بس انت عندك ايه بقى؟ معصبه ليه ومتضايقه ليه وصلك يومين ما تناميش وقاعده بتفكري؟ في بينا مشكله بسيطه يعني. عندك مش مشكله ايه بسيطه هي مشكلتك تنحل. وكنت عاوزه اعرف 25/5 الصحه والمال. مين ده بقى 25/5؟ 25/10 الصحة والمال. حماتي. حماتك؟ اه انت عندك شوية مشاكل مع حماتك، صح يا صح؟ لا مفيش مشاكل بس كنت عايزة أعرف الصحة والمال. الصحة والمال يا دكتور. الصحة والمال؟ اه. لا انت شوي شوي انت حساسة زيادة عن اللزوم، اعترفي. اعترفي مع الدكتورة. هي عندها شوية مشاكل صحية بس ما تخافيش عليها. بس انت عندك شوي معها مشاكل بتمرقيها. انت ذكيه على فكره اهلا وسهلا فيكي مرسي على اتصالك. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا ام احمد. الله يخليك. دكتوره انا 23/1 وجوزي 23/1 وجوزك ايه؟ 14/4 14/4 الثور ولا ايه السؤال؟ عايز اعرف التوافق والمال والصحه. عايز تعرفي التوافق عايز تعرفي التوافق والمال والصحة. اه بس انتي عم بتكلميني صوتك زعلاني شوي. اه زعلانة يا دكتور. اه زعلانة صلي خمس ايام ست ايام زعلانة. صح بقى ما تزعليش ما تزعليش الامور تنحل بسرعة يا حبيبة قلبي. يا رب يا دكتور يا رب. بصي التوافق كتير حلو هو شوي عصبي. اه عصبي صح. وبعدين انتي شوي عنيدة بعد اذنك يعني. اه اللي عنده العصبية ما بتتواصلوا بحل. اعملي شوي تنازل واموره شوي تعبان وعنده شوية مشاكل بخص عيلته بخص امه بخص ابوه الدنيا هتتظبط يا حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي مرسي على اتصالك. الو عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي كنت عايزة اسأل على التوافق بينه وبين جوزي. طب يا سماح علي صوتك بس شوية. سماح زعلاني شلون بتعلي صوتك؟ يا سماح زعلاني ليه يا سماح؟
هي بتقول التاريخ، قولي تاني عشان ما سمعتش معلش. قولي. انا 15/6 15/6 وجوزك كام؟ 25/6 انت زعلانه ليه يا سماح؟ انتوا الاثنين شهر 6 صح؟ اه ماشي. انت زعلانه ليه يا سماح؟ لا بس مشاكل وكده. ايه هي عندها مشاكل؟ هما برج الجوزاء الاثنين يا دكتور تقريبا. عقلك الباطني بيفكر ايه يا سماح؟ انا مش سامعه. انت بالسمعه بتقولك بتفكري في ايه؟ عقلك بيفكر في ايه؟ عقلك الباطني بيفكر ايه؟ هي عايزه تعرف في توافق. هو في توافق على طول بس. هي عندها مشاكل يا دكتور، بتقولك هتفضل كده على طول ولا لا؟ لا المشاكل هتمشي هتمشي، بس انت عم بتفكري اشياء شوي حزينه وعندك شوي اكتئاب. عم تسمعيني؟ اه سامعه حضرتك يا دكتور. وبنتي معرفتي 31/8 ماشي. استني الدكتوره بس تكمل لك وبيقولي لي ان هي تصحى يعني ولا انت إيه؟ انت نظرتك عند انت ليه ما عندك امل؟ انت يا ايه هي بنتها يا دكتور قالت تاريخها بتقول لك تعبانه بس مش عارفه قالت انت 31/8 اه وتعبانه شويه يعني. تعبانه بايه يا بنتي؟ تعبانه بايه؟ هي بنتها تعبانه شويه. في اخبار حلوه عن بنتها ان شاء الله حبيبتي؟ ان شاء الله ما فيش اي حاجه، بس انت نظرتك للدنيا شوي سوداء. اكيد يا دكتور خليها بلون الابيض. يعني تفائلي خير، اتفائلي ما فيش. أيوة عندك صح. اي حاجه صح. اهلا وسهلا فيكي، ميرسي على اتصالك. هي عندها اكتئاب وهو عنده اكتئاب. أيوة. اكيد زعلانه عشان بنتها. ايوه اتفضلي يا تريم. ايوه انا معاكي اتفضلي. لو سمحتي كنت عايزه اسال، انا 1/2 وجوزي 15/3. 1/2 وجوزك 15/3. عايزه اسال عن الحاله الماديه والتوافق ما بينهم. هو بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه حاليا؟ قاعد مش بيشتغل. انا ممكن اسالك سؤال؟ جوزك غير شغله مرتين ولا ثلاثه؟ ايه بتقول لك جوزك غير شغله مرتين او ولا ثلاثه؟ ايوه حصل مرتين. لا ثلاثه. ثلاثه هي بتسال. طيب عن الصحة. هو هيشتغل قريب بس هي الشغل اللي جايه اخر فرصه، وانت زعلانه لانه قاعد بالبيت ومتضايقه والفلوس قليله. باذن الله هيشتغل وتبقى حياتك كويسه. ما تاخديش اي قرار سريع يا حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي. ماشي حبيبه قلبي، ميرسي على اتصالك. الو الو سامعاكي. ايوه هاجر اتفضلي. هند معايا؟ انا معاكي اتفضلي. عامله ايه؟ انا هاجر. ماشي ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي الدكتوره معاكي. طيب انا كنت عايزه اسال عن تاريخ ميلادي. انا 23/3/97. 23/3 الحمل 97. كنت عايزه اسال عن الحاله العمليه والعاطفه والحياة. طب يا هاجر عايزه الحاله العمليه ولا هاجر بتشتغلي حضرتك؟ انا حاليا شغاله. ايش كان عندك مشاكل من اسبوعين ثلاثه او من شهر او شهر ونص؟ مشاكل كان في الشغل، كان جاي لي كده قفله من الشغل وما كنتش حابه اشتغل يعني. انت كنتي هتسيبي الشغل ده صح؟ كنت قدمت استقاله بس هم ما وافقوهاش فكملت فيه حاليا. طيب انت دلوقتي في عندك قلق بالشغل، الشغل عندك بيتحسن، انت هتنتقلي من مكان لمكان، بس المشكله اللي صارت بالشغل حدا عمل عليكي نميمه او حدا ظلمك. تمام. عايزه تسالي سؤال تاني ايه؟ كنت عايزه اسال عن العاطفه وكده. انا كنت لسه كنت مخطوبه وسبت خطيبي من كام شهر، فكنت عايزه اسال عن العاطفه. هي كانت مخطوبه وسابت خطيبها من كام شهر، فهي عايزه تسال في ارتباط قريب ولا لا؟ عندك ارتباط باذن الله. عندك ارتباط باذن الله. تمام. كنت عايزه اسال عن اختي. اتفضلي قولي التاريخ. 2/9 اسمها ضحى. 2/9 اسمها ضحى. يا دكتور تشتغل؟ لا. عندها ايه مشاكل هي ضحى؟ العذراء. هي مش متزوجة، هي في البيت يعني بتعملش حاجة. يعني عندهم شوية مشاكل يا ضو يا هاجر. كنت عايزة أسأل عن الحالة العاطفية والزواج وكده. ايه قولي تاني. كنت عايزة أسأل عن الحالة العاطفية والزواج. هي عايزة تسأل، هي قاعدة في البيت أختها ما بتعملش حاجة ما بتشتغلش، عايزة تسأل في ارتباط ليها؟ بس هي عندها ايه مشاكل؟ عندها اكتئاب؟ في حدا بيزعلها بالبيت؟ عندها شيء خاص فيها؟ قاعده في البيت لوحدها وكده. قاعده في البيت يعني معانا يعني، بس هي عشان مش بتشتغل وكده فتحسها لوحدها شويه. طيب يعني قولي لها قولي لها قولي لها تقرا سوره الضحى عشان عندها شوي اكتئابات. ايوه منطويه يعني، خلي الانطواء مش حلو يا حبيبتي.
اهلا وسهلا فيك. ميرسي على اتصالك يا حبيبه قلبي، ميرسي على اتصالك. يلا يا نيفو نطلع فاصل نرجع لكم تاني، ما تروحوش في اي حته. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الفقرة الطبية. بما اننا في برنامج عالم الابراج وكلنا عارفين ان الابراج بتموت في الاكل زي عينيها، دكتور مي سمير هتعرفنا ازاي نحافظ على صحتنا بطريقه امنه وصحيه ومصرحه من وزاره الصحه. نرحب بالدكتور مي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. حمدتي. الاخبار؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عايزه اقول لك بقى ان النهارده ان شاء الله تبقى حلقه مميزه يا رب. بمناسبه ان في بعض الابراج بتحب الاكل قوي قوي قوي. ايوه خلي بالك، يعني احنا نظرا لان احنا الفتره اللي فاتت دي مع بعض الحمد لله حققنا انجازات كتيره في مشكله السمنه، وان احنا ازاي نعالج مشكله السمنه او الوزن الزياده بطرق سهله وبسيطه من غير ما نضغط على الناس، من غير ما نغير لهم اللايف ستايل بتاعهم. فاحنا مع بعض الفتره اللي فاتت دي قدرنا الحمد لله نحقق انجازات كتيره ونوصل بناس كتيره كانوا فاقدين الامل في موضوع التخسيس لنتائج عاليه ونتائج حلوه قوي قوي قوي. فبالتالي انا النهارده نازله معاكي بكورس سوبر التوفير، عملنا خصم كبير قوي قوي للناس، نازلين النهارده بكورس امن ومصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء، وعاملين النهارده عليه خصم كبير، خصم حلو قوي 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 قوي. الكورس بقى ايه اسمه ايه يا دكتور؟ سوبر التوفير النهارده كلمه السر، وهقول لك دلوقتي مكوناته ايه. والنهارده بقى سواء بقى الابراج اللي بتحب الاكل قوي قوي قوي، الابراج اللي بتحب تاكل قبل النوم، بتحب بصي في ناس بتبقى بالنسبه لها الاكل او الحلويات او بعض النشويات بالنسبه لها ده مزاج. انا النهارده خروجتي معتمده على ان انا هنزل اكل ايه وايه وايه وهحلي بايه وهكذا. في بعض الابراج الثانيه بتبقى مهووسه بفكره ان انا عايزه اهتم قوي قوي بشكلي، اهتم جدا بشكل الجسم بتاعي، بالشيب بتاعي، بشعري، بجسمي، بالدفوهات اللي عندي. فالنهارده الابراج كلها باختلاف بقى ايه تفكيرهم وطباعهم وهكذا، الحل بتاع السمنه والوزن الزياده احنا النهارده حطيناه وهو مناسب لاي حاله. يعني ايه مناسب لاي حاله؟ يعني النهارده السمنة ليها مسببات كتيرة جدا جدا، ممكن يكون بوابة الأمراض. طبعا هي أولا ليها مسببات كتيرة، وطالما أنت عندك سبب خلى عندك سمنة فأنت بالتالي بقى عندك كمان مشاكل صحية ترتبت على السمنة أو الوزن الزيادة. النهاردة أي حد عنده أي مشكلة خلت أن هو عنده وزن زيادة زي إيه؟ زي الشهية العالية، لو حد بيحب الأكل جدا جدا، وده أغلب الناس النهاردة. أيوة في ناس ما بتعرفش تفصل للأكل، يعني تقولها وقفي أو اعملي رجيم تقولك كل ما تقولها تزيد في الاكل اكتر. ليه؟ لان الاكل يعني متعه برضو، متعه. أيوة الحياه صح. لو احنا خارجين لو عندنا في ناس لما بيجي لهم اكتئاب ياكلوا. يعني في ناس لما يكتئبوا ياكلوا والله العظيم، مبسوطين ناكل، في ناس بتبقى فرحانه قوي تاكل. ايوه بالظبط. تلاقي حد عنده ضغط نفسي طول الليل رايح جاي على الثلاجه. أيوة. بياكل بكميات كتيره، بنوته تحط قدامها شوكليت ومش عارفه ايه وحلويات ومقليات، وتفضل تاكل لان هي مثلا مضغوطه نفسيا. أيوة. طيب انا ده حله ايه النهارده؟ حلوا النهارده بوكس سوبر التوفير بكبسوله الديناميت اللي نازله معايا النهارده. الكبسوله دي اول حاجه بتشتغل لك عليها ان هي بتقفل لك الشهيه على مدار 18 ساعه، فبالتالي وبتزود بقى الحرق صح؟ دي المشكله اللي انا لسه هقول لك عليها دلوقتي، اللي احنا حليناها بان انا زودت لك الحرق. مشكله الشهيه العاليه رقم واحد في موضوع السمنه، حد بياكل كتير مش عارف يوقف نفسه عن الاكل. أيوة. مش عارف ياكل بكميات قليله، بياكل مثلا كتير قبل النوم، بياكل حلويات كتيره، بياكل نشويات كتيره، عايز حاجه تساعده، عايز حاجه النهارده تخليه ياكل بكميات قليله. الحل ايه؟ الكورس اللي معايا النهارده. سوبر التوفير. سوبر التوفير كلمه السر النهارده. أيوة. طيب المشكله الثانيه الحرق الضعيف، ممكن تلاقي حد بياكل بكميات اكل قليله ولكن هو جسمه ما بيحرقش. ما بيحرقش. تلاقي حد بيقول لك ايه، انا على كوبايه المايه بتخن، صح كده؟ ايوه. انت النهارده مش بتتخن على كوبايه المايه، انت النهارده الحرق عندك واقف. بالظبط كده. يعني الحرق عندك مش شغال، الحاجات اللي جوه جسمك اللي مسؤوله عن ان هي تظبط لك الحرق، سواء بقى فيتامين د لو عندك مظبوط، الغده الدرقيه عندك بتقوم بشغلها بشكل طبيعي، الحاجات دي كلها بتخلي عندك جسمك شغال، الحرق فيه مظبوط، فبالتالي بتاكل بتخزن الدهون المفيده لجسمك والصحيه وبتحرق بقيه الدهون الزايده عن احتياج الجسم. لو انت عندك اي خلل في الغده الدرقيه او اي مشكله معينه في الحرق، جسمك هيبدا ان هو يخزن بعض الدهون. المشاكل دي كلها انا حليتها النهارده في بوكس سوبر التوفير. طيب مكونات الكورس بقى اللي بيعمل كل الحاجات الحلوه دي ايه؟
اول حاجه كبسولات الديناميت النهارده، كبسولات ديناميت الدهون، وليه سميناها ديناميت؟ علشان انا النهارده بقدم كبسولات بتفتت اصعب الخلايا الدهنيه. لو حد عنده وزن زياده معدي ال 150 كيلو 160 كيلو، في ناس بتفكر تلجا للعمليات الجراحيه. أيوه. الكبسول ده قادر ان هو يكسر لك اصعب الخلايا الدهنيه، كبسوله فعلا ديناميت، سد شهيه وتعليه معدل حرق وتكسير الخلايا. وما تدخلش في مشاكل بقى جراحه وعمليات طبعا. يعني هي كبسوله بس هتريحني. بالظبط. بعد الفطار يعني تشربيها على كوبايه ميه او كوبايتين. حلوة قوي. صح كده مظبوط. بناخد الكبسوله مع الميه مع الفطار، وتشوف انت طول اليوم حاسس بحاجتين، بان انت عندك شهيه مقفوله وقلت عن الاول بكتير، تاني حاجه تحس ان جسمك فيه طاقه. ليه؟ لان انا عماله برفع لك معدل حرق الجسم وبكسر لك الخلايا الدهنيه اللي موجوده عندك وبحولها لك لانرجي او لطاقه. طيب الجسم بيبقى فيه باور وطاقه. بالظبط كده. دي اول حاجه الكبسولات بتاعتي بتعمل لي كل ده. حاطه لك النهارده مجموعه هدايا بقى محترمه. على فين الهدايا بقى؟ موجوده طبعا. انا النهارده بنزل بكورس قوي او بكبسولات قويه النهارده، دي تكفيني شهر. بحط لك عليها بعض المكونات او بعض الحاجات اللي تساعدني ان انا اظبط معاكي النتيجه قوي قوي في وقت قليل. زي ايه بقى؟ يعني هي تكمله للكورس. بالظبط كده، تكمله ويعتبر عنصر قوي مساعد. زي ايه؟ نقط الحرق النهارده، الاعشاب اللي بترفع لي معدل حرق الجسم كمان، وحقن تعليه معدل حرق الجسم. النهارده الحقن 4 حقن. اربعه النهارده هاخدهم على مدار شهر، يعني كل اسبوع هتاخد لي حقن. ومعاك النهارده نقط هتاخد لي كل يوم النقط، ومعاك اعشاب هتاخد لي الاعشاب برده كل يوم. اصبح كده ان انا معايا 6 هدايا. هاخد الكبسول النهارده، ومعايا انا حاطه لك حاجه حلوه جدا جدا، حاجه اسمها كبسولات المالتي فيتامين. الكبسولات دي انا النهارده عايزه كل البنات والسيدات وحتى الرجاله واحنا بنخس في وقت التخسيس بتاعي، لو حد عنده نقص في اي فيتامين، لو حد عنده نقص في فيتامين د، لو حد عنده مشاكل في الشعر في البشره، انيميا. هي ميزتها يا مايو ان هي بتدي نضاره للبشره. بالزبط. بتقوي الشعر ما يبقاش بيتساقط. أيوة. الضوافر تلاقيها كويسه. مشاكل الدايت عارفاها؟ اللي هو حد اللي عمل هو دايت الضعف. انا النهارده عايزه اخس، بمشي على نظام معين، بلاقي نفسي ممكن اكون بخس ولكن تعبان، مش قادره اتحرك. عندي ارق، عندي دوخه. صح. وشي شاحب، سواد تحت العين، بيبان في البشره. ايوه بالظبط كده. انا النهارده خليتك تاخد الكبسولات اللي هي الديناميت، وجنبها كبسوله اسمها المالتي فيتامين، تقعد معاك لمده شهر كامل. كبسوله الديناميت ومعاها كبسولات المالتي فيتامين، 30 كبسوله و30 كبسوله، هناخدهم على مدار شهر كامل. ينزلوا كام بقى في الشهر يا دكتور؟ بصي بقى، انا النهارده بنزل بالكورس بتاعي ده مش اقل من 17 كيلو. الاول كنا بنقول ممكن 12 15، النهارده بنقول 17. ليه؟ لان النهارده الكبسولات قويه، النهارده معانا الاعشاب ومعانا النقط ومدعمين ده كله باربع حقن. بالظبط. ما هي اهم حاجه الحقن دي، الديناميت لوحدها. الحقن انا عايز حقن ديناميت. عارفه بتدمر الدهون، بتدخل. صحابي بيشكروا فيها جدا. انا عايز اقول لك احنا الحقن بتطلب عندنا بالاسم. تقول لي انا مثلا عايزه 10 حقن بس، اقول لها لا، لازم ناخد الكورس كله على بعضه. بس الحقن فعلا بالنسبه للناس هي اكتر حاجه بتكسر معاهم الخلايا الدهنيه الصعبه. لان لو حد وزنه معدي 100 كيلو او هو اوفر ويت او عنده بعض الاماكن اللي فيها تكتلات دهنيه صعبه، دهون المتراكمه. بالظبط. الحقن هي اكتر حاجه بتدي معاك افكت عالي جدا 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 في موضوع مع الكبسوله. الاثنين بيحرقوا، فالحرق بيبقى قوي، فالنتيجه بتبقى اسرع. بالظبط. والحقن شغلها الاساسي ان هي ترفع لك الحرق جدا، وتخلي الجسم عندك محرقه دهون، وتكسر لك الخلايا الدهنيه. الكبسولات شغلها ايه؟ تعمل لك تكميم للمعده طبيعي. يعني ايه؟ يعني بقفل لك الشهيه طول اليوم. بجانب يعني ممكن الاكل كله بقى قدامك بس انت مش قادر تاكل. ما فيش حرمان، ده الميزه في الكورس عندك. خليني اقول لك ان انا دايما بتكلم مع الحالات اللي بتجيلي، بقول لها ايه؟ هتاخدي الكورس هتمشي عليه ومن غير حرمان. كلمه من غير حرمان دي بتوديهم في حته ثانيه خالص. صح. فكره انه انا اقول لها هتخسي بس بقى هنعمل دايت، ورقه ريجيم دمها تقيل طويله كده كبيره. أيوة. زبادي وتقعد على جنب تاكل طبق لوحديها بعيد عن الاسره، ده بيخلي عندهم ضغط نفسي، وبنخس اوزان مش كبيره، لان ولما بتخس بيرجعوا تاني. بنرجع تاني ليه بقى؟ ايوه عشان حرمت نفسها من اكل كتير يا مي. بالظبط. فالجسم ان هو بدا ان هو يخزن معاها اي دهون بعد كده داخل او اي اكل داخل، لان الجسم ذكي. انا النهارده مش عايزه احرمك من الاكل، مش عايزه اقول لك كلي حاجات ومنعي حاجات، ولكن انا عايزه النهارده كل الناس تاكل بكميات قليله الكميات المناسبه لجسمها. طب انا بحب الاكل قوي، مش هقدر اعمل ده، ساعديني ازاي؟
بكبسولات الديناميت اللي موجوده معانا النهارده. هي اللي هتخليكي ما تاكليش يعني، مش انت اللي هتمسكي نفسك، لا هي هتبقى قافله الشهيه عندك. انت خدي الكبسوله وسيبي الباقي كله على الكبسوله. وبتخلي لهم نسبه بسيطه يا مي، يعني هم بياكلوا بس مش بياكلوا الكميه الكبيره اللي كانوا بياكلوها. بالظبط، بتبقى كميه قليله جدا والاكل كله بيبقى قدامهم. بالظبط كده، انا بقعد على السفره مع صحابي او مع عيلتي بلاقي نفسي خدت معلقه من كل حاجه، كلت من كل الاكل اللي انا نفسي فيه، كميات قليله، ولقيت بطني اتملت لان انا اوريدي مدخل معدتي الياف طبيعيه، الالياف دي اللي هي جوه الكبسولات مع الميه اللي انا شربتها ملت معايا المعده. ايوه. اوصل بقى ازاي للكورس اللي انا عماله اتكلم عنه ده عشان الحق العرض النهارده. النهارده بالمناسبه معانا خصم 55% على الكورس بتاعنا، عشان كده النهارده اسمه ايه؟ سوبر التوفير. خصم 55%، الهدايا النهارده معانا اعشاب ومعانا نقط ومعانا اربع حقن، توصيل مجانا ومتابعه مجانيه. متابعه مجانيه قوي 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 صح، مع الدكاتره بيتابعوا الحاله من اول يوم لغايه ما الكورس بيخلص. بالظبط، احنا النهارده بنتابع مع كل الحالات لحد ما تخلص الكورس بتاعك. فرضا حد اخذ معايا كورس مشي مثلا عليه اربع خمس شهور لان هو عايز ينزل 60 70 80 كيلو، هتابعك لحد ما تخلص الكورس بتاعك. طيب اوصل ازاي للكورس عشان الحق الخصم؟ في ارقام موجوده على الشاشه. لسه كنت هقول لهم تقدروا تطلبوا الارقام الموجوده على الشاشه او عن طريق المكالمات او الواتساب او على صفحتهم الرئيسيه، هتكون معانا دلوقتي على الشاشه. احنا بنحاول ان احنا نوفر للناس اكتر من طريقه. اول حاجه الارقام الموجوده على الشاشه، ارفع سماعه التليفون وكلم اي رقم هيرد عليك دكتور او دكتوره، وعاملين كذا خط يعني مش خط واحد. بالظبط، علشان نخلي الناس سهل ان هي توصل للفريق الطبي وبشكل سريع كمان، علشان نقدر نتكلم معاهم باستفاضه. طيب هيرد عليكي دكتور او دكتوره، قولي حالتك كلها، لو رقم مشغول كلمي رقم تاني. ابعتي على الواتساب سوبر التوفير، كل سوبر التوفير. هنخش نقول كلمه السر ايه؟ نفس الناس سوبر اللي التوفير. هي عندهم خصم باذن الله. احنا النهارده لو لقينا نفسنا وصلنا على طول وقت الحلقه للفريق الطبي سواء على التليفون او على الواتساب او على اسهل حاجه اللي هي الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. خشي على الصفحه، ابعتي على الرسائل، قولي بسال على كورس سوبر التوفير او العرض بتاع مي او برنامج الابراج. اي حاجه فيهم النهارده هيرد عليكي فريق طبي، هياخد حالتك كامله، لازم ياخد الحاله كلها، اعرف وزنك قد ايه، اعرف سنك قد ايه، اعرف انت عندك مشاكل صحيه ايه، عشان اديكي انسب حاجه ليكي عشان تبقى الحاجه المناسبه. بالظبط، وهتقفلوا بوابه الامراض، يعني لو حد بيشتكي من العظم، حد بيشتكي من تكيسات المبايض، الدهون اللي على الكبد، يعني وما لهوش اي اضرار يا مي صح؟ مهمة قوي. يعني بتاخد مع اي علاج مزمن بس بيقول للدكتور عشان اللي هو بيتابعه. بالظبط، ليه بيقول للدكتور؟ علشان النهارده لو حد عنده ضغط، لو حد عنده سكر، طب لو حد ما عندوش حاجه خالص، طب لو حد سنه صغير، لو حد سنه 70 سنه، لازم اعرف حالتك ايه كامله عشان اديك انسب نوع كبسوله عندي. ما انا ما عنديش نوع واحد، انا عندي اكتر من 30 نوع كلهم بيدوا نفس النتيجه، نفس ولكن النتيجة. كل نوع مناسب لحاله خاصه بيه هو. تيجي يا ميون نشوف حاله قبل وبعد. يلا بينا، بنحاول ان احنا نوري للناس حالات مختلفه علشان ايه؟ حد كان قاعد زيك بيتفرج علينا الان ياخد الخطوه. ايوه الان ياخد الخطوه، متردد نوعا ما ولكن خد الخطوه وغير حياته. بصي هنا بيفور اند افتر او قبل وبعد. ايوه بصي الدراعات مرفوعه هنا وهو الوزن زي ده في شهر واحد. تخيلي في شهر واحد قدر يغير الشكل والشيب بتاع جسمه كله. بصي منطقه الكرش والصدر كانت عامله ازاي. أيوة قبل بعد بقت عامله ازاي، البطن نزلت مفيش اي ترهلات، شكل الصدر بقى احسن بكتير، شكل الدراعات، الجسم كله بقى شكله احسن بكتير. وما فيش يعني ما تحسيش ان الجسم، بصي هنا صغر، يعني في فرق بين الصوره والصوره دي. انا عايزه اقول لك الوزن كبير ما بينزل، بيصغر السن، بتحسي انه سنك صغير جدا جدا لان انت رجعت للشكل الطبيعي المناسب ليك. طب نزل هنا معانا قد ايه بقى؟ وبينزل يا مي من غير اي ترهلات ولا اي حاجه، بيبقى الطبيعي طبعا. انا عايزه عايزه الناس كلها تركز، لو في ترهلات هيكون باين جدا. أيوة في الدراعات. ايوه ما شاء الله انا ببص يعني بصي الدراعات مشدوده. بالزبط. ايوه طيب نزل معانا هنا قد ايه؟ نزل معانا 16 كيلو ونص في شهر واحد. بس بص فرقت معاه جامد جدا. بس تخيلي ان انا انزل 16 كيلو في خلال 30 يوم من غير دايت ومن غير حرمان ومن غير ما الزمك ان انت تمشي على نظام غذائي، من غير عمليات تجميل ولا شد ولا نحت ولا بالون ولا تكميم ولا الكلام ده كله. النهارده بالكورس اللي معانا وبكبسولات الديناميت دي اقوى كبسولات قدرنا نحقق عليها نتائج عاليه جدا جدا في مختلف المحافظات جوه مصر وكمان في بعض الدول العربيه الثانيه. طيب معانا حاله ثانيه بطله بقى من الابطال، عارفه ليه؟ اي نعم هنا الوزن ما كانش كبير قوي، ولكن عايزه اقول لك ان الناس اللي بتعاني من مشكله البطن او الكرش بتبقى اصعب حاجه تنزل معاهم.
يعني ممكن الناس اللي وزنها كبير تخس بسرعه، لكن الناس اللي عندها البطن بتيجي تشتكي لي مر الشكوى، تقول لي البطن مش عايزه تنزل. أيوة مهما عملت. وبالذات لو فيها جزئين بقى، جزء علوي وسفلي، ده صعب كمان جدا، صعب في النزول. جداً. طيب هنا لو ركزنا، هي اكتر منطقه باينه عندها هي منطقه الكرش، مجرد ما انزل للحاله منطقه البطن اللي عندها الجسم بينظبط واشدها لها بالظبط. بصي الناحيه الثانيه تحس ان هي عملت عمليه تجميل. أيوة. ولكن انا فقط نزلت لها منطقه البطن. طيب نزلت معانا هنا قد ايه؟ نزلت معانا 13 كيلو في شهر. بس انا بنزل الوزن ده وعايزه انزله لها من الاماكن اللي عندها فيها بعض التجمعات الدهنيه، مش مجرد تخسيس، وده اللي انا بشتغل لها عليه النهارده. يبقى انا عشان كده بطلب من كل الناس لما اتكلم الفريق الطبي تقول انت عندك دهون موجوده فين، في منطقه البطن، في منطقه الدراعات، في الارداف، في الجناب، لازم تقول. يعني كل يا دكتور مي، لو هي في منطقه معينه انتوا بتنزلوا بتشتغلوا على المنطقه دي؟ طبعا انا النهارده لو جات لي حاله عندها دهون في مناطق معينه في الجسم، يعني بالشرط ان يبقى الجسم كله، يعني لو حد عنده بطن بس بياخد له كورس اللي هو يشتغل على الجزء ده بس. دي بتبقى في الغالب حاجه اسمها كبسولات بتقنيه النحت. تقنيه النحت يعني انت النهارده حاله جايه لي هي بس عندها بعض الدفوهات في الجسم او بعض الاماكن اللي فيها تجمعات دهنيه، بتاخد كبسولات بتقنيه النحت. بالظبط. طب لو حد وزنه معدي بقى 100 كيلو، فاكيد الجسم كله اوفر ويت، فده بياخد نوع كبسول فيه حوارق عاليه جدا. وممكن يا مايول بقى لما يخلص الكورس ده ياخد كورس النحت. بالظبط كده، فيبقى خس وظبط جسمه. بالزبط. يعني من غير اي عمليات تجميل. بالظبط. احنا كده كده مع المتابعه بقدر ان انا اوفر له الكورسات المناسبه ليه كله، سواء نحت، سواء تثبيت، سواء تخسيس، سواء سد شهيه، سواء تعليه حرق، كل ده انا النهارده بظبطه لك لحد ما توصل للوزن باذن الله اللي انت بتحلم بيه. طبيعي. ايوه. ان شاء الله. وناكد تاني على الناس، الكورس بتاعنا مصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء، يعني انا النهارده واخد حاجات كلها مكونات طبيعيه. مليون بقى من كام لكام؟ مناسب معانا من سن كام؟ 12 13 سنه البلوغ. او اللي هو سن. ايوه، ملهوش اي اضرار على الاطفال نهائي. النهارده لو سن صغير، انا بشوف ان ده وعي من الاهالي. انا النهارده شايف ابني رايح المدرسه رايح جاي، بس هو عنده بطن كبيره. ايوه، بيبقى الطفل عنده اختلال في الوقفه، في كل حركاته. طبعا، وتلاقيه بياكل بشكل غير منتظم، بياكل حلويات كتير، بياكل انواع مختلفه من الاكل بتزود وزنه. عنده شهيه عنده مفتوحه بقى، يعني هو الطفل طالما جسمه كده بتلاقي شهيه عنده مفتوحه ما بتتقفلش. ومع الاسف احنا بدانا نلاحظ كمان ان في مقاومه انسولين في السن الصغير جدا 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 كمان. أيوة. عند الاطفال او السن اللي هو سن البلوغ، فبتلاقي الاب او الام بداوا يلاحظوا ان مثلا ابنهم عنده منطقه البطن كبيره، بدا ان هو وزنه يزيد، عنده غمقان في منطقه الرقبه، بعض الحاجات اللي تبدا تبين ان في انواع او بدايه مقاومه انسولين. أيوة. فانت النهارده لما تاخد خطوه التخسيس وتخسس ابنك او بنتك او حتى تخسس نفسك، فده وعي. انا النهارده بنزل الوزن بشكل امن وبشكل طبيعي مع المتابعه الطبيه الكامله. لو عندي مشاكل صحيه بتتحسن وبتتعالج، وكمان بحافظ على نفسي وبقي نفسي من المشاكل الصحيه اللي ممكن تنتج عن الوزن الزياده. هو السمنه دي بوابه امراض يا مي، يعني انت بتقفليها بان انت تنزلي جسمك وتشيلي الدهون دي، لان طبعًا الدهون دي طبعًا بتتعب القلب، الكبد، تكيسات العظم، الركب، يعني عند الركب كده تلاقي نفسك مش قادره تنزلي السلم، وحاجات كتير قوي، امراض كتير جدا بتيجي بسبب السمنه. والعمود الفقري. بالظبط. احنا بيجي لنا حالات بتقول لي، حالات كتير جدا جدا عايزه اقول لك، بتيجي تقول لي انا رحت للدكتور مثلا عشان اعالج حاجه معينه. أي. مشكله عندي، قال لي خسي وبعدين تعالي. مشاكل العظام كلها لو عايزه تعالج لازم يقول لها خسي الاول. الكبد الدهني يا جماعه، الناس اللي عندها مشكله الكرش او البطن بيكون عندهم حاجه اسمها كبد دهني. ليه؟ نتيجه تكون الدهون على الكبد. بدا ياثر لك على وظائف الكبد الطبيعيه، فانت تحولت من مجرد ان انت مريض سمنه او عندك وزن زياده، بقى عندك كمان مشاكل في حاجات معينه في الجسم. ايوه، في الجسم. فالنهارده معانا كورس او بروتوكول علاجي، تخسيس، سد شهيه، تعليه معدل حرق الجسم، تكسير الخلايا الدهنيه، كورس اللي يرجعك تاني للوزن اللي انت بتحلم بيه، يحافظ على صحتك ويحافظ عليك من الامراض اللي ممكن تنتج بعد كده. وهدايا ومتابعه مجانا وتوصيل مجانا، يعني حاجات كتيره جدا دكتور مي عامله لنا النهارده باذن الله. ان شاء الله. وكلمه السر النهارده للمره الاخيره، بوكس سوبر التوفير، كبسولات الديناميت وكبسولات المالتي فيتامين والنقط والاعشاب والاربع حقن النهارده، الخصم بتاعنا قد ايه؟ 55%. وتوصيل مجانا ومتابعه مجانيه باذن الله. يعني اقدروا تطلبوا الكورس دلوقتي، الحقوا كورس التوفير، والارقام هتكون موجوده معانا على الشاشه، وعندهم واتساب وفيسبوك، ودي الصفحه الوحيده بتاعتهم.
فدي صفحتنا وارقامنا وكل رقم عليه واتساب. شوف اسهل طريقه ليك توصل بيها. ممكن ياخدوا سكرين شوت يا مايا عشان لو حد لقى يعني الارقام تبقى معاهم. انا عايزه الناس تصور الشاشه، عارفه ليه؟ لان نضمن ان احنا خدنا الارقام الاصليه. ممكن ياخدوا صوره الدكتوره مي ويحطوها في صفحه ثانيه. ده مع الاسف بيحصل، بتلاقي صفحات كتير على الفيسبوك حاطين فيديوهاتنا سوا وحاطين عليها ارقامهم هم. تبقى مش الكورس المضمون، فخليكم في الامان وخدوا سكرين شوت للارقام دي للصفحه وللارقام. أيوة. وعندنا اي سؤال، عندنا اي مشكله، ما تترددش، اقلها كلم الفريق الطبي، اسال النهارده على الكورس، قول مشكلتك اللي انت بتعاني منها وهتلاقي ان شاء الله الحل، هتلاقي النتيجه قبل دخول الشتاء. أيوة. والقعده في البيت الشتاء. والاكل الكتير ونقعد نكون طبقات الشتاء. يا مي ما فيش حد بيعمل حاجه غير ان هو بياكل بس. يعني يسعى ياكل، بتبقى صعبه قوي، مش قادرين نتحرك. أيوة. بناكل عشان ندفى، فنلاقي نفسنا بنكون طبقات وطبقات من الدهون. فالنهارده معانا كورس سريع امن ينزلك 17 كيلو في 30 يوم بشكل امن وبشكل بسيط، من غير دايت، من غير حرمان، من غير حرمان، من غير اي متابعه. دي احسن حاجه في الكورس بتاعكم يا مي بجد، يعني ان هو البني ادم بيقدر ياكل حلويات، يقدر مسموح له كل الاكل بس بكميات قليله، عايش يومه عادي جدا، ودي اهم حاجه. أيوة ان انا مش طبيعي، ما يبقاش منبوذ جنب الناس ان هو قاعد على جنب او ماسك طبق سلطه ومش عارف. أيوة. ايه والكلام ده كله، لا مش موجود ان شاء الله. هتخس بشكل طبيعي من غير ما تحس بضغط نفسي على الكبسول النهارده، الديناميت وعلى النقط بتاعت الحرق والاعشاب. وبالمناسبه الحقن ممكن تتاخد معانا كابره اللي هي كعضل عادي، او تتحط على ميه، نكسر الامبول نحطه على ميه او على عصير للناس اللي بتخاف اللي من بتخاف من الابر، مسموح لها ان هي تحطها في عصير او على في ميه. وده ما فيش اي يعني ما فيش اي تغيير، هي ممكن بتبقى 10 دقائق بس يا مي، فرق يعني. بس فرق الوقت، انا لو حطها حقنه هلاقي احس بالنتيجه، لكن نفس المفعول مفيش. الميه مثلا بعدها بشويه حوالي مثلا ربع ساعه او نص ساعه ابدا الاقي نتيجه. أيوة، ولكن نفس النتيجه يعني نفس النتيجه، ما فيش اي تغيير ان شاء الله. انت ممكن تقولينا بقى الكورس لاخر مره دي؟ يلا بينا. النهارده بوكس ديناميت الدهون، او النهارده سوبر التوفير، لان الخصم النهارده عليه 55%. طيب مكونات سوبر التوفير النهارده البوكس هيجي لي فيه ايه؟ كبسولات الديناميت وكبسولات المالتي فيتامين، دول كل واحده 30 كبسول، هاخدهم على شهر واحد يعني 30 يوم. ومعانا النهارده النقط، ومعانا الاعشاب، ومعانا الاربع حقن كمان، وخصم 55% زي ما قلنا، توصيل مجانا ومتابعه مجانيه باذن الله يا ميول. الحلقات جميله معاكي قوي النهارده، واشوفك باذن الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله باذن الله. استنونا يوم الاربعاء اللي جاي في حلقه الارقام والحروف مع دكتور نيفين ابو شاله، واشوف وشكم على خير وتصبحوا على خير.